بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول موسى عليه السلام: يا رب أنا كريم ومحمد حبيب، فما الفرق بيني وبينه؟ فيقول رب العزة سبحانه: الكريم يا موسى، يكلم الله. أما الحبيب يا موسى، يكلمه الله. الكريم يا موسى، يحب الله. أما الحبيب يا موسى، يحبه الله. الكريم يا موسى، إذا أراد أن يدعوني ذهب إلى طور سيناء ودعوني وبينه ألف حجاج. أما الحبيب يا موسى، أما محمد يا موسى، إذا أراد أن يدعوني أرسلت إليه وحي السماء وسفير الأنبياء، وأتى به إلي بين قاب قوسين أو أدنى، وظل يدعوني ولم يكن بيني وبين حبيبي حجاب. فخر موسى ساجدا لله فقال: اللهم اجعلني فردا من أمة محمد، اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام. القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عمرو سادس.